السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فاتح الوورد اللي هو اوفيس 365، هو زي الوورد العادي لكن الفرق ان هو بيكون على الاون درايف، بحيث ان انت تقدر تفتحه من اي مكان زي فكرة الجوجل درايف. طيب، من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة الديكيت، اللي هو ان انا اتكلم وهو يكتب. مثلا اقول له ديكيت جود مورنينج، هاو ار يو، كان اي ميت you today. لو تلاحظ اول كلمه دي غلط على اساس ان انا كنت اصلا بتكلم عربي، خلينا نوقف الترجمه. تمام، تقدر تقول له انا عايز اتكلم عربي، تدخل في الخصائص وتختار اللغه، اهي اللغه اللي هتتكلم بيها. ممكن تقول له انا عايز اتكلم عربي، فساعتها الكلام العربي هيتحول لكلام هندي. لو انت عايز الكلام اللي تقوله هو يكتبه على طول، حاول تفصل بين كل كلمه وكلمه جزء بالثانيه. تمام، مش كان اي ميت يو توداي، لا كان اي ميت يو توداي، هتلاقيه كاتبها لك. فده هيسهل كتير، لو حد بيتضايق من الكتابه هيلاقي الاداه دي كويسه جدا، وبالذات انها ممكن تكتب بالعربي. ففي ناس بيبقى اصلا شغلتهم ان هو يكتب، فخلص هو يستعمل المايك ويكتب على طول. ممكن ترانزليت، بدل ما تقول له بقى ترجم، حد بقى اللغه وتبدا ان انت تترجم. في عندك برضو اديتور، دي ادوات بقى ذكاء صناعي. تمام، ممكن مثلا يقول لك السكور في حاجه، مثلا فورمات، ممكن تقول له الكتابه تبقى بروفيشنال. تمام، السبيلنج الكوريكت، صلح لي السبيلنج، وممكن تقول له صلح لي الجرامر. تكست جنريت، فده بيديك امكانيه ان انت تكتب بعض الكلام وهو يبدا يكتب لك المقاله ويتنبأ بالحاجه اللي انت عايز تكتبها. يعني انت بتكتب جزء وهو يكمل لك عليه. هو نوع من انواع الذكاء الصناعي اللي يوفر لك وقت في الكتابه، زائد ان هو ممكن يعمل لك تشيك لو في اي حاجه موجوده في مقالات تانية ينبهك ليها. تمام، نشوف هل الكلام ده فعلا في متاخد من مقاله ولا لا، او موجود في مقاله ولا لا، عشان ايه لو انت بتكتب بحث علمي وهيفحص وراك او رساله دكتوراه او ماجستير او كده. فدي من ضمن الادوات القويه. في برضه اداه تانية اسمها كوبايلوت. كوبايلوت بتبقى عباره عن ان انت بتقول انا بفكر في ايه وهيكتب لك المقاله كلها، برضه تبع شات جي بي تي. ان انا مثلا اقول له انا عايز اعمل رساله اعتذار للمدير، فهو يبدا ان هو يكتبها. وممكن تحط ملفات وورد معاها وملفات تانية، او تدي له ملفات وتقول له لخصها لي. فدي من ضمن الادوات القويه اللي موجوده، اللي اتضافت بس اللي يمكن لسه ما ظهرتش عندي. طيب، في برضو ديزاينر. الديزاينر ده بيعمل ايه؟ لو انت عايز تعمل فورمات معين فهو بيجيبه لك على طول. تمام، حسب الرساله اللي انت عايزها. مثلا عايز تعمل حاجه بالشكل دوت، فمجرد تدوس كده هو بيبدا يعمل لك الشكل، وانت بقى تغير الكلام للكلام اللي انت عايزه. مثلا عايز تعمل زي سي في، تدوس هنا هيبدا بقى يظبط لك الشكل والستايل. انت بقى كل عليك ان انت تعدل المعلومات بتاعتك، ما تبعتهاش وخلاص من غير ما تعدل المعلومات والايميل والحاجات دي كلها. طيب، لو انت كتبت وعايز تكمل كتابة على الجهاز عندك، ممكن تيجي على ايديت هنا وتقول له اوبن ان ديسكتوب، يروح محول الملف ده للديسكتوب، وتقدر ان انت تكتب على الوورد العادي اللي احنا متعودين عليه. هو مفيش فرق كبير الصراحة يعني بين الاثنين. ده شكل الكوبايلوت اللي هو مساعد الطيار. مثلا ان انت بتكتب تقول له مثلا اعمل لي بروبوزال عشان كذا كذا كذا، والملف اللي هو الوان نوت اهوت، ابدا خد منه المعلومات اللي انت عايزها، هو بقى يتصرف مع نفسه. تمام، كان انت عندك سكرتيره بالظبط، يعني هو يبدا ان هو يكتب لك الايميلات، يلخص لك، طب اعمل لي سوات فور مش صوت، اعمل لي سوات تحليل للمشروع دوت، يبدا ان هو يشتغل معاك. ده الملف اللي هو الكوبايلوت، اللي هو بيتكلم عنه الامكانيات بتاعته وازاي ان انت تقدر ان انت تشتغل عليه والقدرات اللي هو فيه. فهو بيوفر الوقت ويخليك انت راكز في ان انت يعني هو كتب لك الحاجه وانت بس ايه بتراجع الاسامي، مراجعه بسيطه جدا، وبعد كده تبعت الايميل على طول. تمام، انا فعلا كنت بحتاج اداه مساعده توفر عليا ان انا ممكن ارد رد تكنيكال لا، انما رد محترم بحتاج وقت يعني عشان اقدر اصيغها.